بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الطلبات، التعليم المدمج بكلية التجارة، مادة قانون الأعمال، الكود 109. هنواصل الحديث مع بعض، وكنا قد توقفنا عند الانتهاء من شركة التضامن، وشفنا الشروط، الأركان الموضوعية، تعريف شركة التضامن، والأركان الموضوعية العامة، والأركان الموضوعية الخاصة، والأركان الشكلية. وعرفنا شركة التضامن وقلنا التعريف المقترح: شركة التي يعقدها 2 أو أكثر بعنوان مخصوص يكون اسما لها، ويسأل فيها كل شريك عن دين الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية. بتتخذ الشركة عنوان يتكون من أسماء الشركاء، يحظر فيها على كل شريك أن يتنازل عن حصته حفاظا على الاعتبار الشخصي الذي إذا انهار انهارت الشركة، إذا بقى بقيت الشركة. وشفنا الشركة التضامن كعقد، وتكلمنا عن كيفية شركة التضامن كعقد، شفنا الأركان، وتكلمنا عن شركة التضامن كشخص معنوي، وتكلمنا عن إدارة شركة التضامن، وتكلمنا عن أسباب انقضاء شركة التضامن اللي هي أسباب العامة والأسباب الخاصة. النهاردة الحقيقة هنتكلم عن شركة التوصية البسيطة. وشركة التوصية البسيطة ده النوع الثاني من شركات الأشخاص، وعرفناها أو بنعرفها الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسؤولين ومتضامنين، وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال وخارجين عن الإدارة فيها. إذا من هذا التعريف بيتضح أن شركة التوصية البسيطة بتضم نوعين من الشركاء: شركاء متضامنون، ودول بيأخذوا نفس مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن، بيسألوا عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية، بيكتسبوا صفة التاجر، بيحظر عليهم التعامل بيحظر عليهم التنازل عن حصصهم. عنوان الشركة بتكون من أسمائهم، إذا مات أحد الشركاء أشرف لسه وانقضي الشركة. النوع الثاني اللي هم الشركاء الموصيين، وزي ما نشوف مع بعض ان الشريك الموصي هو عكس تماما الشريك المتضامن، بيلتقوا في حاجات كتير جدا، بيختلفوا في حاجات كتير ويلتقوا في حاجات. اولا، مسؤولية الشريك المتضامن بتختلف عن مسؤولية الشريك الموصي. الموصي مسؤوليته محدودة، اما الشريك المتضامن مسؤوليته غير محدودة، مسؤوليته عن ديون الشركة غير محدودة، يعني غير محدودة في حدود حصته، وانما تتعداها الاموال الخاصة. نعم، شركات التوصية الموصي، شريك الموصي مسؤوليته محدودة في حدود الحصة التي يمتلكها في الشركة. الشركاء المتضامنون يكتسبون صفة التاجر، الموصي لا يكتسب صفة التاجر. العنوان الشركة يتكون من اسماء الشركاء المتضامنين، لا يجوز ان يظهر عنوان اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة، انما بيلتقوا في امرين: ان الاثنين لا يجوز لهم التنازل عن حصصهم، ان الاثنين اذا اصاب احدهم مكروه موت او شهر افلاس بالنسبه للمتضامن او اعصار بالنسبه للموصي يترتب عليه انقضاء الشركه. اذا اول حاجه ملمح بنشوفه ان اذا كان شركات التضامن فيها شريك واحد، نوع واحد من الشركاء المتضامنين، احنا عندنا هنا الشركاء في نوعين من الشركاء: شركاء متضامنين وشركاء موصيين. والشركاء المتضامنين في شركة التوصية بيأخذوا نفس المركز القانوني للشركاء المتضامنين في شركات التضامن. لو جينا نشوف الأركان الموضوعية العامة والخاصة والشكلية، هي نفسها اللي احنا درسناها. أركان موضوعية عامة اللي هي الرضا والمحل والسبب، وعندنا هنا الشريك الموصي لابد أن تكون لديه أهلية زيه زي الشريك المتضامن، وان كان يجوز للشريك الموصي ان كان ناقص الاهليه، يعني ما اكتملش بلغ 18 سنه يجوز له ان يكون شريك في الشركه، انما قلنا ان الشريك المتضامن يجب ان يكون كامل الاهليه عشان هو مسؤوليته مغلظه شويه عن مسؤوليه الشريك الموصي، بيدي كان بيكتسب صفه التاجر. الاركان في ما عدا ذلك رضا ومحله سبب في خصوصيه بس في الاهليه اللي احنا قلناها. الاركان الموضوعيه الخاصه في ركن تعدد الشركاء، وهنا ليه خصوصية شوية لأن يجب أن يكون هناك نوعين من الشركاء: متضامنين وموصيين. لا يشترط أن يكون هناك تساوي في عدد الشركاء،
ان يكون الاثنين قد بعض؟ لا، ممكن يكون واحد متضامن واكتر من موصي، وممكن يكون هناك موصي واحد واكتر من متضامن. المهم ان يوجد النوعين، ولا يشترط ان يكون هناك تعادل في العدد. ركن تقديم الحصص برضو في خصوصية ان الشريك الموصي لا يجوز له ان يقدم حصة بالعمل، وان جاز له ان يقدم حصة نقدية او عينية. نية المشاركة بتبقى اوضح شوية عند الشريك المتضامن عنه عند الشريك الموصي. الاركان الشكلية هي اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي الرضا والمحل، اللي هي الكتابة والشهر. يجب ان يكون عند الشركة التوصيل البسيطة مكتوب، ويجب ان يكون عند شركة التوصيل البسيطة مشهر، عشان يمكن الاحتجاج بالشركة في مواجهة الغيب. المركز القانوني للشريك الموصي، نشوف من المركز القانوني للشريك المتضامن، هنلاقي المركز القانوني للشريك الموصي عكس المركز القانوني للشريك المتضامن. من ناحية من أكثر من ناحية، أولا مسؤولية الشريك الموصي. احنا لسه قايلين مسؤولية الشريك الموصي عن ديون الشركة. الشريك الموصي يسأل عن ديون الشركة مسؤولية محدودة في حدود حصته، إنما احنا شفنا هناك الشريك المتضامن يسأل مسؤولية شخصية وتضامنية. تضامنية يعني يسأل عن كل الدين، شخصية يعني يسأل عن ديون الشركة في أمواله الإيه الخاص. إنما الشريك الموصي يسأل عن ديون الشركة في حدود حصته، يعني لو في خمس حصص وخمس شركاء والشركة عليها 5 جنيه، كل حصة تتحمل جنيه واحد. إنما هناك شفنا الشريك المتضامن بيتحمل كل الدين، وممكن يتحمله ويدفعه من ايه، من امواله، يدفعه من امواله الخاص. يبقى اول حاجه المسؤوليه المحدوده. المسؤوليه المحدوده للشريك الموصي ده الاصل، بس في استثناءين، او يمكن ان تتحول هذه المسؤوليه الى مسؤوليه غير محدوده للشريك الموصي. القاعده ان مسؤوليته محدوده، انما يمكن ان تتحول الى مسؤوليه غير محدوده في حالتين. الحاله الاولى اذا ظهر اسمه في عنوان الشركه، لانه لا يجوز ان يظهر اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة. اذا ظهر اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة، هنا الشركة تعتبر، هنا الشريك الموصي مسؤوليته تتحول من مسؤولية محدودة الى مسؤولية غير محدودة. اذا كان، وهنا التحول المسؤولية من محدودة لغير محدودة ده جزاء، كنوع من الجزاء على ظهور اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة. تاني حاجة، اذا تدخل الشريك الموصي في الادارة الخارجية للشركة، وهنا برضو اذا تدخل في الادارة الخارجية، لان الشريك الموصي محظور عليه ان يتدخل في الادارة الخارجية للشركة، فاذا تدخل هنا تتحول مسؤوليته من محدودة الى غير محدودة، كنوع من الجزاء على التدخل. يبقى تحول المسؤولية الشريك الموصي عن ديون الشركة من مسؤولية محدودة الى مسؤولية غير محدودة في حالتين، اذا تدخل ظهر اسمه في عنوان الشركة، او اذا تدخل في ادارة الشركة. يبقى اول حاجة في المركز القانوني الشريك الموصي هو مسؤول مسؤولية محدودة، وهذه المسؤولية قد تتحول الى غير محدودة في الفرضين اللي احنا اتكلمنا عنه. اتنين، الملمح الثاني من ملامح المركز القانوني، يحظر ظهور اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة. عنوان الشركة بتاع التوصية البسيطة يتكون فقط من اسماء الشركاء المتضامنين، وده عشان ما نخدعش الغير ونخلق ونضع الغير في خلط ولبس، لان الغير عارف ان اللي بيظهر اسمه في عنوان الشركة هو الشريك المتضامن، وهو مسؤول مسؤولية شخصية وتضامنة عن ديون الشركة، وبالتالي لا يصح ان نفاجئه ونباغته وان نسمح بظهور اسم شريك موصي في عنوان الشركة، فنخدع الغير فيعتقد انه يتعامل مع شريك متضامن مسؤول مسؤولية شخصية وتضامنية، واذا به يفاجأ انه يتعامل مع شريك موصي محظور عليه ان يظهر اسمه في عنوان الشركة، وشخص او شريك مسؤوليته محدودة، مسؤولية محدودة. هذه المسؤولية زي ما قلنا من شوية، طيب احنا بنقول محظور ان يظهر اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة، ماذا لو ظهر، لو ظهر بعلمه وبموافقته، او ظهر ولم يعترض؟ فهنا مسؤولية الشريك المتضامن الموصي تتحول من مسؤولية محدودة الى مسؤولية غير محدودة. وهنا يسأل عن ديون الشركة السابقة على اللاحقة على ظهور اسمه في العنوان. اما الديون السابقة على ظهور اسمه في العنوان، فيظل الشريك الموصي مسؤول على مسؤولية ايه؟ مسؤولية محدودة. يبقى سواء ظهر اسمه في عنوان الشركة الشريك الموصي،
بعلمه وبموافقته، أو ظهر في عنوان الشركة ولم يعترض ولم يعلن عدم موافقته، في الحالتين تتحول مسؤوليته من مسؤولية شخصية، من مسؤولية محدودة لمسؤولية غير محدودة. الملمح الثالث من ملامح المركز القانوني الشريك الموصي، عدم اكتساب الشريك الموصي لوصف التاجر. شريك الموصي بيسأل مسؤولية محدودة، وبالتالي هو لا يكتسب صفة ايه؟ التاجر، عكس الشريك المتضامن اللي احنا شفنا ان بمجرد انضمام الشريك المتضامن الى شركة التضامن او شركة توسعة بسيطة يصبح تاجرا، وقلنا يصبح تاجرا لانه يغامر بكل ذمته ويدخل شركة فيها المسؤولية الشخصية والتضامنية، انما عكس الشريك الموصي اذا دخل فلا يكتسب صفة تاجر، وبالتالي لا يلتزم بالتزامات التجار. 4، الشريك الموصي بقى زيه زي الشريك المتضامن، يحظر ان يظهر اسمه، يحظر عليه ان يتداول حصه، لا يجوز له ان يتنازل عن حصته، لا يجوز له ان يبيع الحصه، وذلك حفاظا على الاعتبار الشخصي، لان احنا لو سمحنا اي حد يبيع حصته او يتنازل عنها هنا هيدخل فيها شخص. احنا قلنا في البدايه خالص ان شركات الاشخاص بتضم دايما شركاء يعرفوا بعض، وبالتالي ما يصحش واحد يتنازل عن حصته عشان يدخل شخص غريب. اذا يحظر التنازل حفاظا على الاعتبار الشخصي. طب اذا امكن المحافظه على الاعتبار الشخصي هنا يجوز التنازل، لان احنا عارفين في قاعده اذا الحظر يدور مع التي وجودا وعدم. العله ايه؟ حفاظا على الاعتبار الشخصي. طيب اذا امكن المحافظه على الاعتبار الشخصي فعندئذ يجوز التنازل. يعني مثلا انا اجي عند الكتاب بتاع الشركه، يا جماعه انا بعد سنتين هتنازل عن الحصه بتاعتي لابني اللي انتوا تعرفوا اسمه كذا، هذا ايه؟ خلاص ده موافق. او لما اجي بتنازل قلت لهم انا هتنازل الفلان، وافقوا. اذا هم وافقوا مسبقا على دخول هذا الشخص، وبالتالي فان في ذلك ليس في ذلك اي مساس بالاعتبار الشخصي. ده باختصار الملمح، اكبر الملامح. كمان الشريك الموصي لا يكتسب صفة التاجر، كمان الشريك الموصي إذا مات أو أشهر إعصاره يترتب على كده انقضاء الشركة. دي شركة توصية كشخص، كعقد، أركان والمركز القانوني لشريك الموصي. شركة التوصية البسيطة كشخص معنوي، شركة التوصية البسيطة كشخص معنوي، هنا كشخص معنوي برضو بنتكلم فيها عن إدارة شركة التوصية، وبنتكلم فيها عن انقضاء شركة التوصية. انقضاء شركة التوصية تنقضي بنفس الأسباب العامة والخاصة، وكمان شركة التوصية لها إدارة زيها زي الشريك، بس الإدارة نفس قواعد إدارة شركة التوصية البسيطة هي نفسها قواعد إدارة شركة التضامن، بس يزيد عليها إيه؟ اللي هي قاعدة حظر تدخل الشريك الموصي في الإدارة. الحقيقة إحنا اتكلمنا عن قواعد الإدارة، ما ينطبق على اختيار مدير شركة التضامن ينطبق على اختيار مدير شركة التوصية، ما ينطبق على سلطات ومسؤوليات وعزل وتعيين الشريك المتضامن كمدير للشركة في شركة التضامن هو نفسه القواعد اللي بتنطبق على تعيين مدير شركة التضامن مدير شركة التوصية البسيطة. إنما يزيد هنا إيه؟ قاعدة حظر تدخل الشريك الموصي في الإدارة. عندنا قاعدة شهيرة جدا إنه لا يجوز للمدير للشريك الموصي أن يتدخل في الإدارة. إدارة محجوزة في شركة التوصية البسيطة للمديرين للشركاء المتضامنين. للشركاء المتضامنين. والحقيقة المقصود إيه العلة؟ أو أولا إيه العلة؟ نقول العلة الأول أو له النطاق. أولا في نوعين من الإدارة، إدارة داخلية وإدارة خارجية. الإدارة الداخلية هي أو الإدارة الخارجية، ما هي الإدارة الخارجية؟ هي كل تصرف يترتب عليه ظهور الشريك الموصي أمام الغير، يعني يقف يبيع، يقف يشتري. يبقى في نوعين زي ما قلنا، النوعين من الإدارة، إدارة خارجية وإدارة داخلية. أعرف إزاي إن ده إدارة خارجية وده إدارة داخلية؟ الإدارة الخارجية تعتبر الإدارة الخارجية بالنسبة لكل التصرفات التي يقوم بها الشخص ويظهر فيها أمام الغير. يعني أي تصرف يقوم به الشريك الموصي
ويظهر فيها امام الغير ده جزء او عمل من اعمال الاداره الخارجيه المحظور عليه ان يعمله، ان يقوم به. اداره خارجيه يعني يظهر، يعني يبيع باسم الشركه او يسحب شيكات باسم الشركه او يرفع دعوه باسم الشركه، كل دي تصرفات تعتبر اعمال اداره خارجيه لانها بيترتب عليها ظهوره امام الغير. انما مفيش مانع ان يدخل يتدخل في الاداره الداخليه، لاني مش محظور، واداره الداخليه عكسها، كل التصرفات التي لا يترتب عليها ظهور الشريك الموصي امام الغير، ممكن يبقى مدير جوه، فني، مش عارف ايه، اي حاجه اداره داخليه مفيش محظور. المحظور عليه القيام باعمال الاداره الخارجيه. العله ايه؟ البعض قالوا العله هو حمايه الشركاء، حمايه الشريك الشركاء، حمايه هو حمايه الغير. العله من حرمان الشريك الموصي من التدخل في الاداره حمايه الغير، عشان الشريك المتضامن الموصي ممكن يقحم الشريك الموصي اعتمادا على مسؤولياته المحدوده، ممكن يدخل الشركه في مضاربات وهميه ويقول لك في الاخر انا مسؤول مسؤوليه شخصيه مسؤوليه محدوده، اللي هيتاذي اكتر او لا يتحمل اكتر الشريك المتضامن. حقيقه القاعده مش العله من تدخل الشريك المتضامن، منع الشريك المتضامن ليست هي حمايه الغير بيبعده عن اعتقاد بانه يتعامل مع شريك متضامن مسؤول مسؤوليه شخصيه تضامنيه، واذا به فجاه انه مسؤول. الحقيقه دي اذا مش حمايه الغير ابدا، لان الغير يستطيع ان يذهب الى السجل او يذهب الى مكان الذي اشرت فيه الشركه ليعرفوا من له حق الاداره ومن هو الشريك المتضامن ومن هو الشريك الموصي. وبالتالي انتهى الامر الى انه ليس القصد من الحظر تدخل الشريك، من حظر تدخل الشريك في الاعمال الاداره هو حمايه الغير، انما الراي الثاني قال لك حمايه الشركاء المتضامنين من تهور الشريك الموصي. الشريك الموصي مسؤول مسؤوليه محدوده، اذا خليناه مدير هيقوم بتصرفات دون، وساعتها ممكن يورط الشركه اعتمادا ان مسؤوليته محدوده، واللي هيشيل الموضوع كله هو الشركاء المتضامنين المسؤولين عن ديون الشركه مسؤوليه شخصيه وتضامنيه. حقيقه اصحاب الراي دول نسيوا او تناسوا ان الشريك الموصي عندما يتدخل في الاداره بتنقلب مسؤوليته او تتحول مسؤوليه محدوده او الى مسؤوليه غير محدوده. الراي الراجح الحقيقه ان العله من تحريم تدخل الشريك الموصي في الاداره الخارجيه ليس هو حمايه الغير وليس هو حمايه الشركاء المتضامنين. ده كمان ايه ده، احنا ناس ردت على اللي بيقولوا حمايه الشركاء المتضامنين قال لك مسؤوليته بتتحول. تاني حاجه ان يجوز لشخص اجنبي ان يكون مديرا للشركه. طيب ما هو اذا كان الشريك الموصي هيتهور ويورط الشركه، فهذا التخوف ايضا قائم لما يكون المدير اجنبي. ده ساعتها كمان هيبقى المدير تخوف اكبر حاله المدير الاجنبي، اذا كان هنا في الاولى الشريك الموصي هيتحمل جزء من المسؤوليه مسؤوليته محدوده، انما الشريك الاجنبي بيتحمل لن يتحمل شيء، ويبقى ساعتها من باب اولى. اذا كنا خايفين على ان يكون الشريك المتضامن مدير، خايفين على الشركاء المتضامن، فنخاف عليهم اكتر من كون المدير شخص اجنبي. الحقيقه القاعده العله من حظر تدخل الشريك الموصي في الاداره بيرجع الى انه لا يفهم في الاداره. احنا لسه قايلين او قلنا من شويه او العله من حظر ايه؟ الشريك الموصي ده قصته قصه. شريك الموصي ده اصلا كان شخص من الناس الاليت بتاع المجتمع، الناس الهاي بتاع المجتمع، صفوه المجتمع، راجل معاه فلوس، فكان بيوظف امواله بيقرضها بفايده لانه ما عرفش تجاره، يقرض بفايده. جت الكنيسه حرمت القرض بفايده، طب نعمل ايه؟ احنا معانا فلوس ما بنعرفش في التجاره وكنا الاول بنقرضها بفايده، والكنيسه حرمت القرض، فنعمل ايه؟ قال لك نخش شركاء موصيين في شركه. والشكل ده بتاع الشركات ده اتعمل خصيصا للناس دي عشان التحايل فيه على الحظر بتاع الكنيسه. قال لك نخش شركات نعمل توصيه فيها شركاء محترفين اللي هم المتضامنين اللي يتولوا الاداره، وفيها شركاء غير محترفين لا يفهمون التجاره بيقدموا اموال بس اللي هم الشركاء الموصيين. يبقى الحظر تدخل الشريك الموصي علته ان هذا الشريك لا يعلم في الاداره شيئا، شخص غير محترف، شخص صاحب مال فقط ولا يعلم في الاداره، وبالتالي الاداره في شركات التضامن، الاداره في شركات التوصيه محجوزه فقط للشركاء المتضامنين اللي هم محترفين. قلنا نطاق الحظر، الحظر قصر على الاداره
الخارجية دون الإدارة الداخلية، والإدارة الخارجية هي كل تصرف يترتب عليه ظهور الشريك أمام الغير. ما هو الجزاء المترتب على قاعدة الحرمان؟ هنا بنفرق بين إيه الجزاء، هو محظور عليه أن يتدخل، طب ماذا لو تدخل؟ هنا نفرق بين التدخل اليسير والتدخل الجسيم. ومتى نقول أن تدخله يسيرا أو جسيما؟ التدخل الجسيم، التدخل أو جسامة التدخل تقاس بالنظر لأهمية التصرفات التي تدخل فيها، بالنظر إلى عدد مرات التدخل، فكلما كانت التصرفات قيمتها أكبر، كلما كان التدخل متكررا فنكون بصدد تدخل جسيم. أما إذا كانت التصرفات التي يقوم بها الشريك الموسوي يظهر بها أمام الغير، وبالتالي تعتبر أعمال إدارة خارجية محظور عليه أن يقوم بها، إذا كان هذا التدخل يسيرا فالتدخل في تصرفات قيمتها قليلة والتدخل قليل جدا فهنا يسمى التدخل يسيرا. فإذا كان التدخل جسيما فهنا يسأل الشريك الموصي، تتحول مسؤوليته عن ديون الشركة ليس فقط الديون الناشئة عن التصرفات التي تدخل فيها، وإنما أيضا عن كل ديون الشركة. أما إذا كان التدخل يسيرا فهنا يسأل فقط الشريك الموصي عن مسؤولية شخصية، وتضمن مسؤوليته تتحول إلى غير محدودة، ولكن فقط بالنسبة للديون الناشئة عن التصرفات التي تدخل فيها. يبقى يسير يسأل مسؤوليته تتحول إلى غير محدودة بالنسبة لكل الديون، تشمل الديون التي نشأت عن التصرفات التي تدخل فيها والتي لم يتدخل فيها. أما إذا كان التدخل يسيرا فمسؤوليته أيضا تتحول من محدودة إلى غير محدودة، ولكن فقط بالنسبة للديون الناشئة عن التصرفات التي تدخل فيها دون الديون التي نشأت عن التصرفات التي لم يتدخل فيها. طب مسؤولية الشركاء، هنا مسؤولية الشركة أمام الغير بتختلف إذا كان الغير حسن النية أو سيء النية. إذا كان الغير حسن النية له أن يرجع على الشركة، وعلى الشركة أن تتحمل نتيجة تصرفات المدير أو تدخل الشريك. إذا كان سيء النية فأن يعلم أنه يتعامل مع شريك محظور عليه في التدارة، فلا رجوع له إلا على الشريك الإيه؟ على الشريك الموصي. كمان الشريك الموصي لا يجوز له أن يتدخل حتى ولو بتفويض من الشركاء الإيه؟ المتضامنين. وكده يبقى إحنا انتهينا من شركات التوصية البسيطة، وهنتكلم دلوقتي عن الأوراق التجارية. عندنا جزء اسمه الأوراق التجارية، والحقيقة بنسمع يعني إيه أوراق تجارية وإيه الفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية. أولا الأوراق التجارية بتشمل الشيك والسند الإذني والكمبيالة. وظيفة هذه الأوراق بتعمل بيها إيه؟ بنسدد بيها الديون. بدل ما أسدد أنا عليا 100، خدت بضاعة 100,000 من التاجر فلان، أروح بدل ما أسدد كاش ويبقى معايا الفلوس كاش وممكن تتسرق مني، أروح كاتب له شيك أو كاتب له كمبيال أو كاتب له إيه؟ كمبيال. الحقيقة الأوراق التجارية هي الشيك والكمبيالة، دي أدوات لتسوية الديون، بدل ما أدفع نقد أنا أدفع بشيك أو بكمبيال أو سند إذني. أما الأوراق المالية دي فدي الأوراق التي تصدر عن شركات المساهمة زي الأسهم والسندات وشهادات الاستثمار وشهادات الإيداع ووثائق الاستثمار التي تصدر عن صناديق الاستثمار، كل دي أوراق مالية. السوق بتاعها بيبقى في البورصة، بتتباع في البورصة، السلعة اللي بتتباع في البورصة هي الأوراق المالية. أما الأوراق التجارية فدي أدوات لتسوية الديون. لو جينا نعرف الورقة التجارية زي ما عرفها المشرع المصري، قال لك هي صك يتضمن مجموعة من البيانات بتتضمن أمرا صادر من شخص يسمى الساحب إلى شخص يسمى المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغا محددا في تاريخ محدد بالنسبة للكمالة، أو في مجرد الاطلاع بالنسبة للشيك إلى شخص ثالث يسمى المستفيد. أنا عندي 3 أنواع من الأوراق التجارية، عندي الشيك والكمبيالة والسند الإذني. الشيك عاوز اشرحها باختصار كده، الشيك فيه 3 أشخاص، 3 أشخاص، ساحب ومسحوب عليه ومستفيد. هنفترض انا اشتريت، انا محمود اشتريت من محمد سيارة، هنا ممكن اعمل له كمبيالة وممكن اعمل له شيك. اعمل له شيك، انا اللي سحبت الشيك، اسمي ساحب،
وبعمل الشيك لصالح علي مثلا، علي هنا المسحوب عليه، علي هنا المستفيد. المسحوب عليه دايما بيبقى بنك، المسحوب عليه في الشيك يجب ان يكون بنك. يبقى الشيك فيه ثلاث ايه اشخاص، ساحب اللي هو انا زي ما قلت لكم اشتريت سياره بدل ما ادفع نقدا بروح كاتب له شيك، اللي بيكتب الشيك ده اسمه الساحب، لصالح علي ده اسمه المستفيد. اقول له اصرف مبلغ الى علي، اصرف مبلغ كذا من بدي امر البنك الاهلي مثلا او لبنك مصر او اي بنك من البنوك اللي فيها الحساب بتاعي، اقول له ادفع لكذا لعلي. يبقى انا ساحب والبنك مسحوب عليه وعلي مستفيد. الكمبياله برضو فيها ثلاث اشخاص، ساحب ومسحوب عليه ومستفيد، ها؟ بس الفرق اللي بينهم ان الشيك لا يجوز له ان يتضمن تاريخ استحقاق. الشيك اللي فيه تاريخ استحقاق ما يعتبرش شيك. انما ويجب ان عشان الشيك يبقى شيك لابد ان يكون فيه كلمه شيك، والا لا يكون شيك. انا الشيك الذي لا يحتوي على كلمه شيك لا يكون شيك. الكمبياله يجب ان تحتوي على كلمه كمبياله، وخلاص ادم ده عليها كلمه كمبياله ده عليه شيك. بس ابرز فارق بين الاثنين ان الشيك لا يجوز له ان، اوعى تاخد شيك مكتوب فيه يستحق فيه، انما تاخد شيك تحريرا فيه يستحق فيه يتحول الى الشيك ده ورقه واجبه الدفع لدى الاطلاع لا يجوز ان نحط فيها تاريخ ايه؟ تاريخ استحقاق. انما السند الاذني، السند الاذني او السند الامر ده فيه شخصين بس، احنا قلنا الشيك ثلاث اشخاص، كمبياله ثلاث اشخاص، السند الاذني يقول لك اتعهد انا سامي عبد الباقي مثلا بان ادفع الى علي مبلغ كذا. هنا في اتنين، متعهد ومستفيد، ما فيش الا شخصين بس، السند الاذني والسند الامر. لو جينا نعرف الورقه التجاريه دي لوحدها هي صك محرر وفقا لشروط قانونيه موضوعيه وشكليه محدده يتضمن التزاما بدفع مبلغ واحد من النقود في تاريخ واحد معين او قبل التعيين، ويمكن نقل الحق الثابت فيها من شخص لاخر عن طريق التظهير. كلمه تظهير، انا الشيك اعطيته لعلي في المثال ده، علي عنده احد امرين، يا اما يروح يصرفه من البنك، واما اذا كان محمود ليه فلوس عند علي، علي يظهره له يكتب على ظهر الشيك انا بتنازل عن مبلغ هذا الشيك لعلي. ده اسمه التظهير، انا بنقل ملكيه المبلغ، بحول المبلغ اللي عندي لصالح مين؟ لصالح من؟ بكتب كده على ظهر الشيك. كلمه تظهير يعني كتاب على ظهر الشيك او الكمبياله بما يفيد نقل الحق الثابت فيه من شخص المستفيد الاصلي الى شخص اخر بيحدده مع التوقيع، مع التوقيع بتاعه. اذا واضح من تعريف الورقه التجاريه ان الورقه التجاريه لها قلت لكم كمبياله وشيك، وكل واحده فيها في ثلاث اشخاص، الشيك والكمبياله الاثنين بيتشابهوا في ان ده ثلاث ساحب ومسحوب عليه ومستفيد، والتاني ساحب ومسحوب عليه ومستفيد. اللي بيعرفني ده الشيك بتاع الشيك ما فيش تاريخ استحقاق، الكمبياله عليها كلمه كمبياله والشيك عليه كلمه شيك. خصائص الورقه التجاريه، طب انا اعرف ان دي ورقه، خلي بالكوا الشيك والكمبياله والسند دي ابرز الاوراق، انما ما اي ورقه تتوافر فيها الشروط الخصائص اللي انا هقولها دي تعتبر ورقه تجاريه حتى ولو لم تكن شيكا او سندا اذنيا او لامر. اول حاجه اشتمال الورقه على بيانات محدده فرضها القانون، لازم الورقه التجاريه فيها بيانات الزاميه هنشوفها مع بعض دلوقتي. تاني حاجه لازم يكون محل الورقه مبلغ من النقود، اذا كان محل الورقه تسليم بضاعه او ما شكل ذلك ده ما تعتبرش ابدا ورقه تجاريه، الورقه التجاريه اللي محلها دفع مبلغ من النقود. لازم كمان ان هي تكون قابله للحق الثابت فيها، المبلغ يجب ان يكون قابل للانتقال من شخص الى شخص عن طريق التظهير. يعني انا معايا الشيك، جامعه القاهره صرفت لي الشيك، انا المستفيد، يا اما ممكن اخد الشيك واصرفه او اخد الشيك واظهره الشيك ب 100,000، في واحد لعندي 100,000 بدل ما اروح اصرف الشيك واديله 100,000 لا انا اظهره له، يعني اكتب على ظهره بما يفيد نقل هذا الحق الثابت في الشيك الى هذا الايه؟ الى هذا الشخص. وحده الدين ووحده تاريخ الاستحقاق، الورقه التجاريه لازم يكون فيها دين واحد مش اكتر من دين، ولازم يكون فيها تاريخ واحد للاستحقاق، ما تكونش هتدفع على اقساط. اي ورقه فيها تواريخ كتير للاستحقاق ما تعتبرش ورقه تجاريه، اي ورقه تجاريه فيها اكتر من دين مبلغ من النقود يعني ما تعتبرش ورقه تجاريه. لازم تكون ورقه فيها كفايه ذاتيه. يعني ايه الورقه كافيه بذاتها لبيان الالتزام؟ كفايه ذاتيه يعني ان تكون الورقه
التجارية الكافية بذاتها لبيان الالتزامات الثابتة فيها. يعني ما ينفعش أقول إيه؟ ادفعوا لأمر فلان مبلغ الذي ستسفر عنه دعوى الحساب المرفوع بيننا. ما ينفعش إن أنا أطلع بره الشيك عشان أعرف قيمته كام، لازم أعرف الشيك يكون كافي بذاته لبيان الالتزامات الثابتة، فلا يحيل ما يضطرنيش إن أنا أطلع بره. إذا كان الورقة فقدت هذه الخاصية، هذه الورقة لا تعتبر ورقة إيه؟ لا تعتبر ورقة لا تعتبر ورقة إيه؟ أول حاجة اشتمال الورقة على بيانات يحددها القانون. الورقة التجارية فيها بيانات إلزامية يجب أن تظهر فيها، هذه البيانات اللي هي كلمة شيك بالنسبة للشيك، والساحب والمسحوب عليه والمستفيد، وشرط الأمر أو كلمة كمبيالة، ووحد تاريخ الاستحقاق وتاريخ الاستحقاق ومكان الوفاء، كل دي بيانات إلزامية يجب أن تظهر. وتاريخ الاستحقاق ده بيان إلزامي في الكمبيالة بس، إنما ليس هو بيان إلزامي في الشيك. الشيك ما فيش تاريخ إيه؟ استحقاق. فأي ورقة لابد أن يكون فيها ساحب ومسحوب عليه ومستفيد بالنسبة للشيك والكمبيالة، بالنسبة للسنة اللي فيها متعهد ومستفيد، ويكون فيها تاريخ استحقاق وتاريخ السحب. لازم أقول سحبت في تاريخ كام عشان أحكم على أهلية الساحب وماذا كان وقت السحب وكان يتمتع. لازم يكون محل الورقة مبلغ من النقود، وبالتالي إذا كان محل الورقة تسليم بضاعة أو ما شكل ذلك فلا نكون بصدد ورقة تجارية. لازم تكون الورقة قابلة للتداول بالطرق التجارية اللي هي التظهير إذا كانت لأمر، وإذا كانت بالمناولة إذا كانت للحامل. الورقة التجارية اللي هي للحامل بيقول لك ادفعوا هذه الورقة، ادفعوا مبلغ كذا لحامله، يبقى اللي معاه الورقة يروح هو الإيه؟ يصرفها. هنا بنسميها المركة دي لحامله بتنتقل بالمناولة. طب إذا كان ادفعوا لأمر علي، ادفعوا لأمر علي، هنا يبقى تدفعوا الامر على دام الورقه فيها شرط امر لامر علي، زي ما اقول لكم علي، يعني ما اقول لما ادفعوا لامر علي يبقى زي ما اقول لكم علي. لو علي قال الدهاني انا لعلي، علي طلبها ليه ياخد، او لامره يعني يظهرها الى شخص ايه، الى شخص زي ما يقول علي اعمله، ادفعوا لامر علي يعني زي ما يقول لعلي. فامتى تكون ورقه قابله للتظهير؟ اذا كان فيها شرط الامر، والمشرع الجديد استعاض عن شرط الامر بوجود كلمة كمبيالة أو شيك. يعني إذا ما كانش فيها الأمر بس فيها كلمة كمبيالة أو شيك تكون قابلة. كان الأول لازم عشان تكون الورقة التجارية قابلة للتظهير أي الانتقال من شخص لآخر، لابد إن هي يبقى فيها شرط الأمر. المشرع في القانون الجديد قال لك إذا ما كانش فيه شرط الأمر فيكفي وجود كلمة شيك وكلمة كلمة إيه كمبيالة. شرط الكفاية الذاتية زي ما قلت لكم يجب أن تكون ورقة كافية بذاتها لبيان الالتزام الثابت فيها، وبالتالي لا يجوز أن تحيل الورقة إلى مستند خارجي لمعرفة مدى الالتزام فيها. فإذا أحالت أو إذا كانت ورقة غير كافية لبيان مدى حدود الالتزام الثابت فيها فلا تعد ورقة إيه؟ تجارية إذا فقدت هذا الشرط. مدى استلزام تجارية الالتزام الثابت في الورقة، هل الالتزام الثابت في الورقة يجب أن يكون تجاريا أو لا؟ أنا بعافيكم من هذه الجزئية لأن فيها خلاف فقه. لو جينا نميز بين الأوراق التجارية والأوراق المالية اللي هي النقود، النقود دي أداة إبراء بتاعتها فورية، يعني تبرئ الذمة فوري. إنما الأوراق التجارية لا تبرئ الذمة فورا إلا بعد سدادها بالكامل. الأوراق التجارية بتقبل التداول بالطرق التجارية التظهير، إنما التانية لا. الأوراق التجارية بتختلف إذن عن الأوراق المالية. في زي ما قلت لكم أوراق تجارية وأوراق مالية، وقلت لكم إيه الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق المالية. وفي أوراق ثلاثية الأطراف وأوراق ثنائية الأطراف. الأطراف الأوراق ثلاثية الأطراف اللي هو الشيك والكمبيالة اللي هي الساحب والمسحوب عليه المستفيد، السند لأمر. ثنائي الأطراف اللي هو المتعهد والمستفيد. في اوراق تجاريه نظمها المشرع واوراق تجاريه لم ينظمها الشرعي. بابرز الاوراق التجاريه يعني الكمبياله والشيك وسند الامر، اي ورقه اخرى اذا توفرت فيها الخصائص اللي انا قلت فيها عليها فاحنا بصدد ورقه تجاريه حتى لو لم تكن شيكا ولا كمبياله ولا سند ايه ولا سند اذني. اولا خصائص الالتزام الصرفي محل الورقه، التزام الصرفي التزام شكلي،
يعني التزام شكلي، يعني انا ما يبقاش عندي التزام صرفي. التزام الصرفي هو الثابت في الورقه التجاريه، الورقه التجاريه اللي هي فيها بيانات ايه؟ اللي هي فيها بيانات محدده. الورقه ما تبقاش ورقه الا اذا كانت فيها بيانات الزاميه، والشكليه دي البيانات دي مش شكليه مقصوده لذاتها، وانما لحمايه التعامل وتسهيل تداول الورقه التجاريه. مظاهر الشكليه قلنا فيها بيانات ساحب ومسحوب عليه وتاريخ السحب وتاريخ، ففي شكليه بتتطلب في الورقه شكل معين لكي تكون ورقه تجاريه وتقدر تؤدي وظائفها. التزام الصرف التزام مجرد عن سببه، يعني انا التزام بس ده لما ايه؟ يعني انا لو حررت شيك، اشتريت سياره من الف، انا اشتريت سياره من الف، حررت له شيك، طب وجاء عقد البيع اللي احنا عملناه فسخ، هل عقد البيع ده فسخ العقد يؤثر على الشيك في العلاقات المباشره بيني وبين المستفيد؟ يؤثر. انما افرض اللي انا اشتريت منه العربيه واعطيته شيك، راح ظهر الشيك لشخص اخر، هنا التظهير يطهر الورقه التجاريه من الدفوع، ومنها الدفوع المستمده من العلاقه الاصليه. يطهر الورقه التجاريه من الدفوع، يعني لما تروح لحامل حسن النيه، هذا الشخص لو جه طالبني انا ما اقدرش ما اوفيش، ما اقولوش انا العقد اللي بيني وبين فسخ، عقد بيع العربيه فسخ، يقول لك انا ماليش دعوه، انا لم اكن طرفا مباشرا في هذه الايه؟ العلاقه. في ساعتها نقول ايه؟ الالتزام الصرفي بمجرد انتقال الشيك من اول مستفيد الى شخص اخر بيتجرأ بينفصل عن سببه، اذا كان سببه اي سببه ابطل افسخ الشيك ماليش دعوه، انما التاثير والتاثر ما بين العلاقه التي نشأ بسببها الشيك والشيك نفسه بتبقى علاقه موجوده في العلاقات المباشره. انما غير المباشره، يعني ما الشيك يروح لشخص اخر بالتظهير، هذا الشخص التصرف ينصرف، الشيك ينسرق عن سببه ويصبح قائم بايه؟ بذاته. وبالتالي اذا ابطل عقد البيع او تم فسخه، هذا لا يؤثر في الشيك ما دام انه في علاقات غير مباشره. كمان الالتزام الصرفي عشان الشيك يتجرد من سببه، لازم يكون اللي تم انتقل اليه الشيك حسن النيه، اي لا يعلم بان هذه العلاقه فسخت او علاقه غير او ان الدين غير مشروع او ما الى ذلك. اذا كان اللي تلقى الورقه سيء النيه، فهنا هذا سوء النيه لا يطهر ورقه التجاره من الدفوع، والدفوع اللي كانت للساحب ان يدفع بها في موجه المستفيد الاول يستطيع ان يدفع بها في موجات الايه؟ الحامل، لان الحامل سيء النيه يعلم ما بهذه الورقه من عوار، ويعلم حدود العلاقه فيما بين الساحب الاول، الساحب والمستفيد. الخصوصية الثانية التزام الصرف مستقل بذاته، يعني لو احنا ثلاثة أربعة وقعنا على الشيك، ممكن يسحب الشيك ثلاثة أربعة، أنا نسحب أنا وفلان وفلان بنسحب الشيك لصالح شخص آخر، يبقى أنا عندي ثلاثة أربعة ساحبين ملتزمين. طب افرض بينهم ساحب مجنون، المجنون ده عديم الأهلية، في القواعد العامة لو احنا أربعة اشترينا وفي واحد فينا مجنون، ده بيؤدي لبطلان الالتزام كله. إنما في الورقه في حاجه اسمها استقلال توقيعات، يعني التوقيع بالبلدي كده، التوقيع غير الصحيح لا يؤثر في التوقيع الصحيح، انما في القواعد العامه لو في توقيع صحيح غير صحيح يؤثر في كل التوقيعات الصحيحه ويجعلها غير صحيحه. انما هنا في خصوصيه اسمها استقلال التوقيعات، يعني اذا كان في توقيع غير صحيح لا يؤثر في التوقيع الصحيح. الوظائف بتاع الورقه التجاريه، الورقه التجاريه بتقينا من حمل النقود، الورقه التجاريه اداه وفاه واداه ائتمان. واولى هنا يعني اشكركم وبتوجه لكم الشكر على حسن الاستماع، وكده يبقى انتهينا من الست لقاءات بتوعنا، الست محاضرات، وانتهينا من المنهج بتاعنا. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.